السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، أهلا بكم إلى هذه المراجعة العامة في الرياضيات للفصل الأول. اكتب الأعداد التالية بالحروف. عدنا العدد 5654، نكتبه لكم بالحروف. 600. دائما في المئات يكون الحروف ملتصقة كما تشاهدون. 600 و 454. عدنا هنا 321، نكتبه. في المئات تكون حروف متلاصقة. 321. وهنا 65، 65 كما يحلو لك. 65. اكتب الأعداد التالية بالأرقام. 534، نكتبها بالأرقام. 534. هاي دي 534، ألونها لكم. 9002، 9002، ما عدناش عشرات، ما عدناش مئات. 71، هكذا. أكمل تشفير المسلك الملون باللون الأخضر. أمامنا الخانات، إذا نبدأ أولا من هنا. سهم نازل من اليسار دائما، نبدأ دائما من اليسار أعزائي التلاميذ. سهم نازل، بعد ذلك سهم متجه إلى اليمين، إلى اليمين. إذن نوجه السهم إلى اليمين، بعد ذلك سهم نازل، بعد ذلك سهم نازل، من أمامنا. بعد ذلك سهم متجه إلى اليمين، السهم متجه إلى اليمين. إذن قدرا يعني نوعا ما. بعد ذلك سهم نازل هكذا، بعد ذلك سهم متجه إلى اليمين. هو ذا أمامنا. بعد ذلك سهم صعد. إن شاء الله ما نكون نسينا حتى حالة. أكمل الجدول التالي. عدنا 214، في الخانة الثانية نكتبها بالحروف. 214. في الخانة الثالثة نكتبه على الشكل واحدات. 214، كم توجد فيه من وحدة؟ 4 وحدات. و 11، و 200. نكتبها من الشكل
200 زائد 10 زائد 4. إذن وتفكيكها النموذجي هو كم؟ 2 ضرب 100، 2 ضرب 100 زائد 1 ضرب 10، 1 ضرب 10 زائد 4. هكذا تفكك تفكيكا نموذجيا. العدد الثاني 302، نكتبه بالأرقام 302، نكتبه مفككا على شكل وحدات عشرة مئات. إذن 2 وحدات، عفوا 2 وحدات، 2 وحدات و3 مئات. نفكوه يصبح لنا 300 زائد 2 فقط، نكتبهم الشكل. إذن شكل التفكيك هذا 300 يساوي 3 ضرب 100 زائد، عفوا زائد 2. عندنا هنا 6 وحدات وست مئات، 6 وحدات وست مئات هي 606. نكتبها بالحروف، دائما 600 نكتبها تكون متلاصقة لا نجزئها، 606 كتبناها هنا مكتوبة على شكل وحدات عشرات مئات، وهنا تفكك. إذن تصبح 600 فكها بالتفكيك زائد 6، هنا 6 ضرب 100 زائد 6. إذن هنا عندنا 500 زائد 20 زائد 5، إذن نكتبها هنا على الشكل اللي تساعدنا نخدم به. إذن 500 زائد 20 تساوي 5 وحدات، 2 عشرات وخمس مئات. إذن هذا العدد 500 وخمس وحدات وخمس عشرات هو 500، 525، 525 تكتب هكذا. نفككها هنا بالتفكيك النموذجي. إذا 500 هي 5 ضرب 100 زائد 20 هي عبارة عن 2 ضرب 10، 2 ضرب 10 زائد 5. هذا هو التفكيك النموذجي تاعها. استعن بالجدول التالي ثم انجز ما يليها أمام الجدول. 610 كم تساوي من وحدة؟ 610 كم تساوي من وحدة؟ 610 لاحظوا ما هو اليمين هنا؟ اليمين هو الصفر، نكتبه في خانة العشرة، فرضها علي هو الصفر، نكتبه في خانة العشرة. نكمل بقية العدد كما هو. 610 هي عبارة عن، كيف أكتب؟ هي كم توجد فيها من وحدة، أين هي خانة الوحدات؟ ها هي خانة الوحدات.
عندنا فريق، ما كاين فريق نضعه صفر، نضعه صفر. إذن 610 هي عبارة عن 6000 وحدة، 6000 وحدة. واحد وعشرون وحدة وثلاث عشرات، تبعوا معايا. 21 وحدة، نمحو هذه القديمة باش ما تخلط. 21 وحدة، واحد اليمين تحت هو الواحد، والخانة هي الوحدات. إذا نكتبوا الواحد في الخانة اللي أعطاهالنا، 21 وحدة و13 عشرات. عشرات نكتبوا هنا، لكن هذه الخانة لا تحمل إلا رقم واحد، نكتبوا أسفل ونقوم بعملية الجمع. 21 هكذا زائد، إذا 1 زائد لا شيء تساوي 1. 2 زائد 3، 2 زائد 3 تساوي 5. نكتب النتيجة هنا. إذا هي عبارة عن 51 وحدة، هي عبارة عن 51 وحدة. ها كيف قرأت 51، ورانا في خانة الوحدات، واحد راهو في خانة الوحدات. إذا 51 وحدة. واحد وخمسون وحدة. 3 عشرات و51 مئة، 3 عشرات و51 مئة. لاحظوا معي، 3 عشرات، نكتب 3 في خانة 10، و51 مئة. يمين هذا العدد هو 1، وخانة هي المئات. إذا نكتب 1 في المئات، نكمل بقية ثم نكمل الكتاب بقية العدد. إذا هذا هو العدد الذي أعطي لي. كم يوجد فيه من 10؟ لاحظوا، نقوم بعمل جمع. 3، عدد العشرات في هذا العدد 3. 1 زائد لا شيء، 1 زائد لا شيء، 1. و5 زائد لا شيء تساوي 5. إذا في هذا العدد عندي 513 عشرة، 513 عشرة، 513 عشرة. 100 هي 10، 100 كم توجد فيها من 10؟ لاحظوا، 100 أين هي خانة المئات؟ هذه هي 100. كم توجد فيها من 10؟ هذه هي خانة العشرة، فيها فراغ أضع مكان فراغي صفرا. إذا 100 هي 10 عشرة، 100 هي 10 عشرة، المئة الواحدة فيها 10 عشرة. 200 هي 1. الآن نأتي لخانة المئات، 200، 200 كم توجد فيها من وحدة؟ هاي خانة الوحدات، أضع مكانها إذن أصفارا، نضع صفر هنا، يبقى لي ثاني فراغ في الوسط، أضع فيه صفرا. إذا 200 هي عبارة عن 200 أو 200 وحدة، نفس السب باستعمال طريقة أيمن ثم مريم ما يلي. 36 زائد 75، أيمن يكتب العدد الأول كما هو، ثم يقوم بتفكيك العدد الثاني. 75 كم تساوي؟ هي عبارة عن إذن هي عبارة عن 70 زائد 5، صحيح أم خطأ؟ 70 زائد 5. بعد ذلك يجمع هذين الرقمين، هذا زوج الوالد. 36 زائد 70 كم تساوي؟ تساوي 106، سهل. زائد 5، 106 زائد 5 كم تساوي؟ 111. طريقة مريم، مريم تفكك العدد الأول اللي هو 30، تفكه 36 يساوي 30 زائد 6، ثم تفكك الثاني زائد 75، هو عبارة عن 70 زائد 5. بعد ذلك بماذا تقوم؟ بجمع الأعداد المتشابهة. 30 زائد 70، 30 زائد 70 كم تساوي؟ 100 زائد 6 زائد 5 تساوي 11. 100 زائد 11 كم تساوي؟
111 نفس النتيجة. الآن نستعمل طريقة الشريط العددي، أحسب باستعمال طريقة الشريط العددي العدد 36 زائد 75. نبدأ دائما من هنا، نكتب العدد الأول الثاني كم؟ 36 زائد 75، نقوم بتفكيكها، إذن هي عبارة عن 70 زائد 5، إذن زائد 70 أول 36 زائد 70 كم تساوي؟ نكتب النتيجة هنا في الأعلى، تساوي 106. 70، 75 هي عبارة عن 70 زائد 5، هاي 5. 106 زائد 5 كم تساوي؟ 111. سهلة هذه الطريقة. الآن أحسب باستعمال طريقة أيمن ثم مريم 98 ناقص 45. 98 ناقص 45، نستعمل طريقة مريم أولا. 98 ناقص 45، الأربعون هي عبارة عن معنتها أنقصت اليوم، أنقصت 45 مثلا قلما من علبة الأقلام، معنتها أنقصت البارحة 40 قلما ثم أنقصت اليوم 5 أقلام هكذا. إذا 98 ناقص 45 تساوي 98 ناقص 40 كم تساوي؟ 98 ناقص 40 تساوي 58 ناقص 5، ماذا تساوي؟ 98 إذا ناقص 45 تساوي 58 ناقص 5 تساوي 53. استعمل طريقة الشريط العددي هنا، عدي 98 أطرح منها أولا 40. 98 حين أطرح منها 40 كم تصير؟ تصير 58 هكذا. 58 نزيد نطرح منها 5، 5 الثانية كم تصير؟ تصير 53 هذه. كل ما كان يجب علي فعله. إذن هذه بالنسبة لطريقة أيمن وطريقة الشريط العددي في الطرح. فقط نفكك 40 ناقص 45، هذه هي معناتها أنقصت 40 ثم أنقصت 5، هاي نقصت 40 ووجدت النتيجة، ثم من النتيجة الجديدة أطرح 5 أجد النتيجة النهائية. عندنا مخطط بياني، عدد التلاميذ الذين تناولوا وجبة الإفطار في المطعم، هاي أمامنا. إذا عدنا المخطط، الذكور باللون الأزرق، الإناث باللون البني. عدنا أكمل جدول بعد قراءة المخطط، نكتبه أو نكمل هذا الجدول بعد قراءة المخطط. يوم الأحد ما هو عدد الذكور الذين أكلوا في المطعم يوم الأحد؟ هاو يوم الأحد عدد الذكور هو 50. عدد الإناث، هاو عدد الإناث باللون البني يوم الأحد 30. مجموع الذكور الإناث الذين أكلوا يوم الأحد، هاو المجموع 80. يوم الاثنين، الذكور، لاحظوا الذكور 40، الإناث كذلك 40، المجموع 80. يوم الأربعاء، هاو يوم الأربعاء عدد الذكور الذين تناولوا وجبة الفطور هم إفطار أو الفطور 50، عدد الذكور 50. عدد الإناث، عدد الإناث يوم الأربعاء هم 40، مجموع تاعهم شحال؟ 50 زائد 40 كم تساوي؟ 90. 90 يوم الخميس، لاحظوا عدد الذكور تقلص صار 30 أو نقص صار 30،
عدد الإناث 40، إذا عدد الإناث بقي على حاله 40. 30 زائد 40 تساوي 70. هذه هي بالنسبة لقراءة المخططات. نتبعوا فقط، المخططات هي عبارة عن تقاطع أعمدة وأسطر. نتبعوا العمود والره مكمل، عد أي سطر مكمل، عد السطر الذي قيمته 50، هنا عد السطر الذي قيمته 30. نقرأ مباشرة، هنا 30 نكتب 30. إن شاء الله تكونوا استفدتوا أعزائي التلاميذ، وإلى اللقاء.